السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في نموذج لأسئلة وزارية امتحان شامل على نمط الوزاري لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية. الأسئلة يعني بعد دمج اللي تعرفون أنتم 25 درجة على التربية الإسلامية و 75 درجة على العربي. هذه تجي الأسئلة بهذه الصيغة. أنتم عندكم الآيات، فقط الآيات القرآنية هي الحفظ، يعني حاولوا أن تحفظوها ولازم تكتبوها مضبوطة بالشكل. يعني شنو مضبوطة بالشكل؟ يعني نفس الرسم القرآني اللي موجود إضافة إلى وضع الحركات، على الأقل الحرف الأخير، الحرف يعني مثلا الرحمن علم القرآن، علم القرآن، فتخلون هذين الحركات على هذا، على الفتحات، يعني الفتحة أو الضمة أو الكسرة. أيضا هنا عندنا الصور الآتية، شوفوا من قول من الرحمن إلى قوله مارج من نار، وأيضا عندنا هنا اقتربت الساعة إلى قوله هذا يوم عسر، إنا فتحنا لك إلى قوله فوزا عظيما. فهذه بالنسبة للآيات القرآنية. أيضا الحديث نبوي شريف، بر الوالدين حلاوة الإيمان في البر والإثم. أعطي المعاني المفردات الآتية لخمس فقط: الرحمن، يسجدان، مهطعين، علمه البيان، والنجم والشجر، ولا تخسر الميزان فما تغني النذر. عندنا اللغة العربية، أنا الأسئلة ما حليتها لأن أريدكم أنتم تحلوها على مود تحاولون. إحنا أكو أسئلة هواي حاليها، يعني قال تعالى: أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوفوا، وضرب ما تحته خط أفعال، اذكر أبواب الثلاثة منها، يعني أنتم لازم تعرفون أبواب الفعل الثلاثي اللي هن الباب الأول والباب الثاني إلى الباب السادس. زين، زين كلمات من بين القوسين بر خصيم العظام، مثلا خصيم على وزن فعيل، وتكملوا البقية. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما تحته خط أفعال اللي هي كذبت، انبعث، إذ انبعث، وبعد فدمدم فسواها ويخاف. اذكر مصادر أربعة منها: أشقاها اسم مشتق، بين نوعه وحالته، شنو أشقى، أشقى على وزن أفعل، فأنتوا لازم تتفكرون. صغ من اسم الفاعل من عقرة، فعقرة، فعقروها، فعقرة شنو اسم الفاعل منها على وزن فاعل، هذا صيغة الفعل الثلاثي لازم تعرفون تحلوا. عندنا هنا الرجل المؤمن معوان الناس، محبوب طبعه، طيب المعشر، يرى الأمور بمنظار العدل والعطف. يقول ما تحته خط مشتقات، بين نوع أربعة منها، راح أعطيكم بس منظار هو اسم آلة وتكملوا البقية. يعني مؤمن اسم تعرفوا اسم فاعل، محبوب مثلا اسم مفعول، وبعد أنتوا بعد أن حلت لكم إياها تقريبا. أعرب اثنين من بين القوسين الناس طبعه المعشر، المعشر راح أعرب لكم إياه هو مضاف إليه، ويبقى أنتوا البقية الناس وطبعه أنتوا تعرفوها. متى يعرب الاسم المرفوع الواقع بعد اسم الفاعل سد مسد الخبر؟ لازم تعرفون بحالتين، بحالتين انه يكون سد مسد الخبر، يا اما يكون الحالة استفهام والحالة الثانية انتوا اذكروها. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صيغ من الفعل يكتم في الآية المباركة على صيغة مبالغة مرة واسم مفعول مرة ثانية. أنا راح أصيغ لكم بصيغة اسم مفعول مكتوم، أنتم بقى يكتم أنتم تسووها صيغة مبالغة. ما سبب عمل اسم الفاعل في الآية المباركة ثم عربوا معمولها؟ أول شيء خلينا نطلع اسم الفاعل، شوفوا كلمة كلمة بالآيات القرآنية، كلمة كلمة تدورون، خلوا بالكم كلمة كلمة، يعني شوفوا هسه آثم هو اسم الفاعل. زين، فرع باء يقول: الرجال الكرماء أفضل الرجال، هل يجوز في اسم التفضيل وجه آخر ولماذا؟ احنا نشوف هنا الرجال، يعني نقدر نقول أفاضل الرجال،
إيه نقدر. ليش السبب؟ يعني مبين انه معرفه وراء. مصدر لفعل ثلاثي يدل على امتناع، صيغه مبالغه على وزن فعال مثل رزاق، وتخلوا ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق الكريم، ان الله هو الرزاق. اسم آلة جامد، السيف آلة جامد او القلم آلة جامد. مصدر لفعل رباعي على وزن فعلله مثل زلزله بعثره، وتدخلوها في جمله. يقول ما المظاهر الادب والنصوص عليه 25 درجه، ما المظاهر التي دخلت الى موضوعات القصيده العربيه في العصر الاموي؟ انتم تقدرون انه هذا ارجو منكم انه احنا نزلنا مرشحات الادب، يعني تقدرون تراجعوها وتشوفوها، وعندكم العصر الاموي هي بدايه الادب، تشوفون شنو اللي موجود بالعصر الاموي وشنو اللي دخل عليه. يعني عندنا احنا العصر الاموي، صار بالعصر الاموي شو يقول؟ يقول ما المظاهر التي دخلت في هذا العصر، دخلت الى موضوعات القصيده العربيه بعض مظاهر التغيير، ولا سيما في الغزل والمديح والهجاء، فضلا عن ظهور القصيده السياسيه وشعر الحنين الى الاوطان والنقائض وغير ذلك. هذا الجواب. اختر العصور التي برز فيها كل من كعب بن مالك، ابو نؤاس، ابن خلدون، حافظ ابراهيم. يعني حافظ ابراهيم هو ظهر في العصر الحديث، حافظ ابراهيم ظهر في العصر الحديث، قلت البقية اختاروهن من ضمن، يعني مثلا كعب بن مالك كان في العصر العصر العباسي، كان موجود العصور المتأخرة كان موجود ابن خلدون صح، والعصر صدر الإسلام كان كعب بن مالك، وأبو نؤاس كان بالعصر العباسي. ما المدلول اللغوي للثلاث من الكلمات الآتية ثم ردها إلى أبياتها؟ يعني المدلول اللغوي شنو؟ أنتو رأى الرق قوت الروح، يعني المعنى، معناها المعنى. من شاعر العرب الأكبر؟ اللي هو من هو شاعر العرب الأكبر؟ اللي هو محمد مهدي الجواهري. اكتب ثلاث من أبيات قصيدته اللي هي حييت سفحك فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. أيضا يقول شاعرة عراقية تعد من رواد الشعر الحر، من هي؟ ترجم حياتها واذكر أبرز مؤلفاتها، يعني يكتب عن حياتها يقصد، اللي هي نازك الملائكة. شاعر كردي الأصل، من هو بلند الحيدري؟ من هو وماذا درس وما أبرز نماذجه؟ لمن قصيدة إرادة الحياة وبمن تتميز شعره؟ هي قصيدة إرادة الحياة لمن كانت؟ للشاعر أبو القاسم الشابي، الشاعر التونسي. يعني أعزائي الطلاب احنا نزلنا لكم ملخصات ومرشحات الأدب، تقدرون تراجعوهن وتحفظوهن، لأن حاولوا أنه تأخذون درجة كاملة بالأدب. أبو القاسم الشابي قصيدة إرادة الحياة، يقول من هو أبو القاسم الشابي؟ بعد وماذا درس؟ شنو اللي يقول؟ من هو وماذا درس؟ هو كان يمتاز شعره بالرومانسية واللفظة السهلة القريبة من النفس، ويدور حول موضوعات الوطن والحب والطبيعة والذكريات. زين. أيضا شنو تتميز وأبرز دواوينه؟ له ديوان أغاني الحياة أبرز دواوينه. زين. هذا بالنسبة للشاعر أبو القاسم الشابي. زين. عندنا أيضا بعد وراها أجب عن نقطتين، ما الأفكار التي جسدها مضبوطة بالشكل؟ أعزائي اكتب أربع أبيات من قصيدته مضبوطة بالشكل، إذا الشعب يوما أراد الحياة، يعني مثل ما قلت لكم أنه تخلون مضبوطة بالشكل، يعني ما تخلون الحياة مثلا هي تدرون أنتم بيت الشعر مكون من صدر، بيت الشعر من عجز وصدر، فما يخلون أنتم تخربطون بيناتهم. هاي وحدة. إضافة إلى تخلون الحركات، ما الأفكار التي جسدها الشاعر محمود درويش في قصيدته فكر بغيرك؟ الرابطة القلمية تعريفها، ومن خصائص النثر العلمي. أيضا عندنا الإملاء، الإملاء خمس درجات،
كان عليه 10 درجات بس الآن 5 درجات، لأن تدرون أنه قللوا من عنده وأخذوا من الإنشاء أيضا أخذوا 5 درجات. أجاب عن أحد الفرعين علامات عرف علامات الترقيم الثلاثة منها، ما المقصود بهمزة الوصل وأين تكون، وضح ذلك مع الأمثلة. من يقول لكم مع الأمثلة على الأقل تذكرون مثاليا، على الأقل تذكرون مثاليا. أكتب أحد موضوع عن آتية الجهل وباء خطير، وقال تعالى وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، يتكلم عن بر الوالدين. هذا كل ما موجود أعزائي بهذه النموذج للأسئلة الشاملة، أتمنى أنه تحلوها وتحاولون تحلوها، وحتى إذا خطأتوا شوفوا الحل بالكتاب على مود تتعلمون على صيغة الأسئلة مال بكالوريا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.